اعتاد رواد المجلس النيابي المشهد المتكرر لتعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، فلم يعد التعطيل هو الخبر. في ساحة النجم بات الخبر والبحث فيما بعد 25 أيار. انكب الرئيس نبيه بري في لقاءات بقيت بعيدة عن عدسات الكاميرات على تشريع يسمح به الدستور بعد 25 أيار، لكنه يعارض الميثاقية التي طالما تغنى وتمسك بها بري. نواب التيار الوطني الحر لم يغلقوا الباب أمام احتمال المشاركة في جلسة تشريع للسلسلة، والكتائب حاسمة لجهة المطالبة بعدم التشريع. أما القوات اللبنانية فأبلغ نائب رئيسها النائب جورج عدوان بري أنه لا يمكن أن نتعاطى مع الشغور في رئاسة الجمهورية، وكأنه أمر طبيعي وأن تستمر الأمور على مستوى المؤسسات وكأن شيئا لم يكن. اللقاء مع عدوان تلاه لقاء بين بري والرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة. خرج بعده السنيورة ليعقد لقاء ثنائيا مع عدوان في أحد مكاتب المجلس. كل هذه الحركة في البرلمان ارتكزت كما علمت الام تي في على نقطتين أساسيتين: أولى، هل من خطوة ممكنة لتخطي الجمود على مستوى الاستحقاق الرئاسي؟ وهل يمكن أن تكون بموقف معلن من ترشيح عون؟ والنقطة الثانية، إذا تم الاتفاق على حل واضح ونهائي لموضوع السلسلة، هل يمكن اعتماد خيار الحضور الاستثنائي في جلسة تشريعية مخصصة لبت السلسلة؟ كل ذلك سيكون قيد البحث في الأيام المقبلة داخل 14 أذار وباقي الكتل بانتظار بلورة موقف يظهر في جلسة 27 المفترضة.